اللهم صل وسلم على اشرف المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم الجماعي مولاي يعقوب الحضور الكرام الكرام نصاب مكتب السيد الرئيس المجلس خلال الاختبار رئيس المجلس جماعة مولاي يعقوب ضد المجلس العالي للشرع المالي في 2019 يوم الخميس 2019. النقطة الأولى اجتماعات في إطار برنامج تكميل التدعيم لمنازل العائلة للسقوط ومعالجة أصوات التدعيم حول إنجاز صور تدعيم الفني والمعماري والبنية العامة المعدنية والبنية العامة المعدنية التقليدية الجديدة على إطار مجزرة التربة مساء يوم 22 أبريل 2019 وأن الصور هذا كنا نمشي مع الحكومة التالية العاملة وخرجت اللجنة على عملاء الصور السوداء في أقرب وقت لأن تشكل واحد الموضوع على المرة ولهذا أننا قررنا هذه القضاء القانونية سريعة وتيرة الإنجاز وأنه الآن في طريق الإنجاز ديال ومصفقة المطاولة المطاولة بين العمل اجتماع حول البناء التالي من التأهيلية الأمج بالملاحقة بعد توصل جماعة الميول الثانوية عملت على مراسلة المجلس المشرف على إعداد التصاميم عن طريق المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم بملاحقه باستكمال الذي كان ينقصه بعد الوثائق وبدل الاستيفاء الوثائق الضرورية للملف تم عرضه على اللجنة الإقليمية المتعلقة بالتعبير لدراسته وهذا الزيارة التي قامت بها اللجنة بالتعبير لموقع المشروع بناء الثانوية أوصت اللجنة باجتماع ثالث بمراهقة تقنية من بينها إعادة زيارة تصاميم المشروع وإزالة النوافذ من الواجهة الغربية للمشروع للحيونة دون الرؤية في اتجاه مقر الإقامة الملكية وخلال اجتماع لهذه اللجنة يتزامن مع اليوم إذا اليوم راه كاين الاجتماع الثالث لأننا نردو دار الاجتماع في العمالة وكانوا داروا بعض الملاحظات وفي المرة الثانية ذاك الملاحظة اللي دار المهندس ما قدرش يجي يكملها في المدة لأن هذا الملف هذا غادي بواحد السرعة إذا اليوم كاين باش غيحضر المهندس ويجيب ذاك الملف اللي هما قالوا على أن النوافذ كما قلت ما يكونوش اتجاه أكثر ديفيا شي شوية العدلية شوية على الداخل على القصور أصعب طريق شوف بصح. ثالثا نشر آلية الحفر المتكونة من جراف التربة اللي كنا غادي نقتنيوها بمبلغ 255 من الوزارة الداخلية كنا شحال يقدروا نرجموا ودابا عندنا جماعة الصوت بالفلوس ولا الفلوس في حساب هذا وقلنا عطينا اللور تيرفيس المقاول اللي هو تحت على السقف وان بان ظرف 20 يوم غيكونوا الاليات في مقر الجماعه. ملف الملعب السوسيو الرياضي موضوع اتفاقيات مع وزاره الشباب والرياضه فبعد مراسلات عديده في الموضوع واجتماع بمقر عامات اقليم العقوب بحضور المدير الاقليمي لوزاره الشباب والرياضه اقليم العقوب توصلت الجماعه برساله من وزاره الشباب والرياضه بالالتزام انها بمضامين اتفاقيه مبرمجه مع الجماعه على بناء الملعب السوسيو الرياضي بجماعة ملاعب طالبين من الجماعة موافاة مصالح هذه الوزارة ميسان ملكية الأرض المحتضنة للمشروع ومحضر سليم الوعي العقاري وبعد القيام بالوعي بالمتعين ومع تأخر عروض الوزارة الوصية عاودت الجماعة بتوجيه تفكير الوزارة المالية وآخر وادي سنة موجهة بتاريخ 22 أبريل 2019 إلى السيد العالي إقليم مولاي يعقوب طالبين منه بذل كل الجهود لإخراج المشروع للوجود ويقتضى الأمر بشراكة مع شركاء آخرين. خامسا مداولة حول ملف إصلاح المسالك المعدنية القديمة وملحقة بالكلاء بين جماعة مولاي يعقوب وشركة سكانية حول إيجار المسالك المعدنية القديمة بمولاي يعقوب وقامت مصالح العمالة بموافاة وزارة الداخلية بالملف لدراسته. ومع طول الانتظار تقدمت الجماعة لمبادرة مباشرة للنقاش حول الملف مع مصالح الوزارة حيث طالبت مصالح الوزارة مؤخرا
23 ابريل بوثائق السكون للمخ، وستقوم الجماعي بالعمل على حصول المخ على تأشيرة السيد العام وإعادة فتح المسابح بعد إصلاحها بحلة جديدة يتوخى منها خلق انتعاش صراحة ثالثا اجتماع بمقرر البشوية حول مشروع سقف فضاء الأعلى تجميل الأبشار بمولاي يعقوب بعد التوصل إلى اتفاق تحميل مقرر المشروع إلى ميزانية الجامعة، ثم اجتماع مع المهندسين في المشروع الإقليم مولاي يعقوب ورئيس قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للإقليم حول تدابير موسم الاحتفال والاكتمال المشروع، وننتظر تحميل الاعتمادات من ميزانية الإقليم لتباشر الجامعة تباشر الجامعة مصدر الطلب والوقت. معاينة سير الأشغال لإصلاحات بمقر دار الشباب مولاي يعقوب، لأن الأشغال مستمرة في ظروف عادية ومن المرتقب إلى انتهاء الأشغال في غضون 10 أيام من تاريخ الاجتماع. كما لا يخفى عليكم فقد تمت مراسة وزارة الداخلية بطلب تمويل مشروع بناء محطة وقوف السيارات والدراجات والشاحنات بمولاي يعقوب بجانب المحطة الحالية، وعلى التواصل في الموضوع عقب زيارة لوزارة الداخلية لتفعيل المشروع، رسمنا هذا الأخير بضرورة إجراء بعض التعديلات على تصاميم المشروع موضحين بالإضافة إلى موقف السيارات المواقف الخاصة بالدراجات والمواقف الخاصة بالشاحنات وغيرها من الملاحظات التقنية، وقد قمنا بمعاينة ميدانية إلى مكان إنجاز المشروع ووقوف السيارات والدراجات والشاحنات الجديد معية مهندس معماري ومكتب دراسة المكلفين بالمشروع للوقوف على التعديلات الواجب إدخالها على التصاميم، وكذا تدارس إمكانية تغيير مدخل محطة وقوف السيارات بدلا من المدخل الموجود بالتصاميم عبر الطريق الوطني 505/7 إلى المدخل عبر شارع السلام أمام باب الإقامة الملكية، معاودة إرسال الملف إلى وزارة الداخلية بطرف دعم إنجاز المشروع. هذه القضية هي مما كنا صرفنا هذا المشروع هذا وزارة الداخلية التمويل ديالو، كنا طلعنا لا على الملف ديال السوق ولا على الملف، كنا طلعنا للوزارة باسم العرب وكانوا داروا لنا بعد الملاحظات، وكانوا هذا الملف صرفوه داروا ملاحظات في وزارة الداخلية وباش الملاحظة صرفوها للسيد العميل وتوصلنا بديك الملاحظات، حنا كنا خدمنا عليها قبل لأن حنا كنا في وزارة الداخلية، وكل هذه الملاحظات اللي دارت لنا وزارة الداخلية والريادة هي اللي قصت عين واحد المسار طويل. علاش؟ لأن النهار اللي كنا درنا هذا الباركين كنا درناه اللي غادي يدوز على الطريق ديال المحطة وغادي يشق الطريق فرصة فيها طال المحطة وهو فرصة طريق، وحنا ما كناش واعيين على أن غادي نتلقاو بجوج المشاكل. المشكل الأول هو خص الإذن من الوزارة التجهيز باش تعطيك الإذن أنك تشق ديك الطريق، والنقطة الثانية على أن غادي نهبطو في الطريق ديال التيتر ديال الحميان اللي تا هو خصك ديرو الجهه الملكيه وهادشي راه يعطل سريع. ولهذا من بعد ما ناقشنا هذا الموضوع هذا بدلنا المدخل ديال اللي راه باش ما نبقاوش عندنا جوج المشاكل ديال الارض ديال الجو ديال الحميان، ونشطو الطريق شنو نشطو الدين من عند الزرقاء تفاعلنا المصير ديالها اتصلنا ودرنا الطريق على انها تخرج من الفرج الانفاس مع الدخله ديال البشويه وتهود تجي الحيط ديال الباركين وتجي انت وتدخل الباركين ساهل، وما نقولوا عندنا حتى شي مشكل لا في الارض ديال الناس لا في الاذن ديال فتح الطريق ولا شي حاجه، نقول عندنا ساهله باش نمروا هذه القضيه هذه. وشكرا. جلسة يوم جمعة 12 أبريل 2019 بناء على رسالة رئيس مجلس الأمن 96 جنيه بتاريخ 8 أبريل 2019 حول طلب عقد في اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة عقدت هذه الأخيرة يوم جمعة 12 أبريل 2019 على الساعة 11 صباحا في مقر الجامعة اجتماعا تحت رئاسة خديجة بن معاذ رئيسة اللجنة وحضور الأستاذ أعضاء اللجنة الآتي أسماءهم: السيد إدريسي الإبراهيمي نائب رئيس اللجنة، محمد إدريسي الإبراهيمي عضو في اللجنة، السعدية الكبيرة عضو في اللجنة. فيما غاب عن حضور الاجتماع السيدة مريم الجبلاني عضو في اللجنة.
كما حضر هذا الاجتماع بصفه استشاريه الساده جوال قاسم مدير المصالح الجامعيه خالد الرموش عن شؤون المجلس مجتمع وممتلكات الجامعه عبد المجيد بحكاني عن مصلحه التعمير والبيئه والممتلكات واختصاص هذا الاجتماع التاليه تقرير تقييم حول انجاز المشاريع التنموي لبرنامج عمل الجامعات مولاي عقوب. تناولت الكلمه في البدايه رئيسه اللجنه معدة سنة توفر مسابقة في هذا الاجتماع هذا وبعدما اعلنت عن الشروط في دراسة النقطة المدرجة بجدول الاعمال والمتعلقة بتقارير تقييم حول انجاز المشاريع التنموية لبرنامج عمل الجامعات مولاكو اعطت الكلمة السيد جواد قاسم مدير المصالح الجامعية الذي اوضح ان التقارير التقييمي موضوع هذه النقطة هو خلاصة لمجموعة المشاريع المبرمجة خلال 6 سنوات وعددها 8 مشروعا مقسمة على 3 محاور هي محور تنمية المحيط السوسيو اقتصادي، محور تنمية السياحة والتجارة، ومحور تشجيع المعرفة والتكوين والرياضة. بعد ذلك قام بعرض المشاريع المقررة خلال سنوات 2017-2019 والمنقسمة إلى مشاريع ذاتية ومشاريع ممولة في إطار شراكة مع الجماعة، ثم المشاريع الممولة من طرف المصالح الخارجية، هذا وبعد اطلاع اللجنة على المشاريع التنموية لبرنامج عمل الجماعة لثلاث سنوات الأولى 2017-2019 توقفت عند نسبة تقدم المشاريع، إذ لاحظت أن بعض المشاريع لم تسجل أي نسبة تقدم ويتعلق الأمر بمشروع تعويض البناء المفكك بملحقة البراشة ومشروع إحدى التنمية التأهيلية مع داخلية، ثم مشروع ترميم المسابح القديمة وإعادة تشغيلها. تناول الكلمة السيد عبد المجيد الحكامي تقني بالجامعة مشيرا إلى أن مشروع تعويض البناء المفكك بملحقة البراشة موجود في طور الدراسة وذلك استراتيجي إلى حل التنفيذ. من جهته أشار السيد محمد إليس الإبراهيمي عضو اللجنة إلى ضرورة تنسيق عمل المصالح المختصة من أجل الوقوف على النسب الحقيقية لتقدم المشاريع المقترحة خاصة على مستوى المشاريع الممولة في إطار شراكة مع الجماعة وتلك الممولة من طرف المصالح الخارجية. بعد ذلك وبعدما أوصف رئيس اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة إيجاد المشاريع التنموية وخاصة تلك التي تسجل نوعا من التأخر أو البخل، قررت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين الموافقة على التقرير التقييمي حول إنجاز المشاريع التنموية لبرنامج عمل الجماعة. هكذا وبعد استنتاج جدول أعمال هذا الاجتماع، أعلنت السيدة رئيسة اللجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة رفع الجلسة والساعة تشير إلى 12:15 من زوال هذا اليوم. شكرا سيد الرئيس سيد الباشا اخواني واخواتي المستشارين ايها الحضور الكريم تقارير المرافق العموميه وجبات الاستشاري بناء على رساله رئيس المجلس 704 بتاريخ 10 ابريل 2019 عقدت لجنه المرافق العموميه والخدمات يوم 15 ابريل 2019 على الساعه 12:00 زوالا إلى قناة الجماعة اجتماعا تختار رئاسة السيد حميد عاشور رئيس مجلس الدولة وحضور السادة أعضاء اللجنة الآتية أسماءهم أول عبد الرحيم الخلوف نائب رئيس اللجنة اليادي الشكراني عضو اللجنة عبد الله متوكل عضو اللجنة فيما غاب عن حضور اجتماع السيدة سيد يوسف بابا عضو اللجنة كما حضر أشرار هذا الاجتماع بصفة استشارية السادة جواد قاسم مدير المصالح الجماعية عبد الخالق الرموش عن شؤون المجلس عبد المجيد الحكاتي عن مصلحة التعمير والبيئة والممتلكات وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة النقط التالية تقرير تقييم حول إنجاز المشاريع التنموية لبرنامج عمل الجماعة مولاكو تناول السيد الكلمة في البداية السيد حميد عاشور رئيس مجلس المراكز العمومية والخدمات الذي رحب بالسادة الحضور وعينة توفر نصاب قانوني لعقد هذا الاجتماع هذا وبعدما ذكر في توصل السادة أعضاء اللجنة بنسخة من التقرير التقييمي موضوع هذا الاجتماع وتسجيلهم بعض الملاحظات حول مضمونه وفي إطار قراءة تالية للتقرير السالف الذكر أعطى الكلمة السيد جواد قاسم مدير المصالح الجماعية الذي أوضح أن التقرير التقييمي موضوع هذه النقطة هو خلاصة لمجموع المشاريع المقترحة خلال 6 سنوات يتم التركيز على المشاريع المقررة خلال سنوات 2017-2016 هذا وفي إطار حديثي عن نسبة تقدم المشاريع التنموية لبرنامج
عمل الجماعة لثلاث سنوات الأولى 2017-2019 قام السيد جواد ناصرو مدير المصالح الجماعية بعرض المشاريع التاتية والمشاريع المهولة في إطار بشراكة مع الجماعة، ثم المشاريع المهولة من طرف المصالح الخارجية، هذا وبعد اطلاع اللجنة وتتبع المشاريع الواردة بعرض السيد مدير المصالح الجماعة، توقفت عن نسبة تقديم المشاريع التاتية لثلاث سنوات الأولى 2017-2019. لاحظ أن مشروع استخراج الرسوم العقارية الخاصة بالدور الصقلية والمحلات التجارية وكذا مشروع اقتناء أرض لخلق مشاريع تربوية لم يسجل أي نسبة تقدم، ونفس الشيء بالنسبة لبعض المشاريع الممولة في إطار شراكة مع الجماعة كمشروع تطهير السائل بالدعوية الثلاث مثلا، كما تساءلت اللجنة عن مال أهداف مشروع مآل دفع مشروع ملعب رياضي للقرب بمركز بولياقوب ومبلغ 250 مليون كمساهمة من وزارة الشباب والرياضة في إنجازه. وفي معرض رده أوضح السيد مدير المصالح الجمعية أن التفاعل المسجل على المستوى بعض المشاريع كمشروع تطهير السائل مثلا يعود الأساس لعدم توصل الجماعة بالتمويلات اللازمة، بعض المشاريع كمشروع تطهير اللازم لهذه المشاريع، وبخصوص مآل إحداث مشروع ملعب رياضي للقرب بمركز بولياقوب ذكر السيد مدير مصالح الجماعة بالمراسلات التي وجهها الجماعة إلى الجهات المختصة، وذلك من أجل تحويل الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه. وفي هذا السياق أشار السيد لذيذ شكران عضو اللجنة أن مشروع بناء ملعب رياضي للقرب يدخل في إطار البرنامج الوطني الذي عهد الوزارة المختصة لتفعيله، وذكر في هذا السبب بالاتفاقية التي تم إدراكها في هذا الشأن. وعلى مستوى المشاريع الممولة من طرف المصالح الخارجية باسم سنوات 2017-2018 و2019، توقفت اللجنة عند نسبة تقدم بعض المشاريع. وفي هذا السياق أشار السيد عبد الله متوكيد عضو اللجنة إلى مشروع تعويض بناء مفكك بمستحق البعشة ومشروع إحداث تهوية تأهيلية مع داخلية، مستائلا حول أسباب تأخر تنفيذ هاتين المشروعين، خصوصا أن مشروع إحداث تهوية تأهيلية يعتبر من الأوليات التي يتعين إسراع بإخراجها إلى حين الوجود نظرا للإكراهات والمشاكل التي يعرفها قطاع التعليم بالجماعة. وفي هذا السياق أوضح السيد عبد الجد الكاتب التقني بالجماعة أن مشروع تعويض بناء المفكر بمنحق البراشة يوجد في طور الدراسة، ومشروع إحداث تهوية إلى ما داخلية فإن ملكه أحبب تحيل على مصالح الوقاية الحضرية على الدراسة والمصادقة. ولجاء تساءلت اللجنة عن مدى صدقية بعض المعطيات الواردة في التقرير التقييمي، خاصة على مستوى نسبة تقدم أشغال بعض المشاريع. وفي هذا الإطار أوضح السيد عبد المجيد الحكاتي التقني بالجامعة أن نسبة تقديم أشغال مشروع تعويض بناء المفكر بمدرسة بولياقوب 6 فجرات بلغت 100% وليس 0%، وبالتالي فهذا خطأ مطبعي سيتم تصحيحه. كما أوضح أن نسبة تقدم أشغال مشروع ترميم المسابح القادمة وعدد شغال وتعايد تشغيلها محدد في 0% وليس في 100% كما هو موثق في لائحة المشاريع. كما أشار إلى أن اسم المشروع رقم 25 هو توسيع وصيانة الإنارة العمومية من مقر البشرية إلى محطة الترمي وليس من دار الطالب إلى محطة وقوف السيارات كما جاء في لائحة المشاريع، وذلك نسبة إنجاز دبارة 100% بدل 0%. هذا فقط أخطاء مرفعية تم تصحيحها. كما توقفت اللجنة عند مشروع تشييج مدرسة بولياقوب 300 متر، وفي هذا الإطار أشار السيد حميد عاشور رئيس اللجنة إلى أن تشييج المدرسة لم يتم بشكل كلي، وبالتالي وفى الأمر يقتضي التنسيق مع المصالح الخارجية المختصة على استكمال التشييج المذكور. عقب ذلك وبعدما أوصت اللجنة بضرورة ممارسة الوجهات والمصالح الخارجية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للسريع وتيرة إنجاز المشاريع التربوية، خاصة ذلك التي تعرف نسبة تقدم أشغالها نوعا من التأخر أو البطيء، وكذلك بوفاة الجماعة بالمشاريع المرتقبة من سنوات 2020-2021. قرر الاجتماع أعضاء الحاضرين الموافق على التقرير التقييمي حول إنجاز المشاريع التنموية لبرنامج عمل الجماعة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة مع رفع مخرجات هذا التقرير إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا. هكذا وبعد استنفاذ
جدول اعمال هذا الاجتماع عن السيد حميد عاشور رئيس مجلس المرافق العام للخدمات رفع الجلسه والساعه تشير الى 1:30 دقيقه من زوال هذا اليوم. نبدا حميد عاشور. شكرا. تم تحقيق الى التسجيل السابع للسماع الفوار يعني غير ما واضحش وفي نفس الوقت ديرنا واحد العرض سواء المساله والسيمبيوتر ديال تنتظر السيمبيوتر ديال الجلسه ونمشيو يعني ايطاب ايطاب. ايطاب باش ما نطيحوش في المشكل ديال التوقيت هو انه بالمناسبه نباركوا المجلس القاعه الجديده اللي صراحه الله يعني نتمنى ان شاء الله تكون تدوز فيها جلسات الدورات ديال الجماعه بكل ادب واخلاق في انتظارات الساكنه ديال جماعه الجماعه. هذا سي فريسامبلو انه نمشيو للطاف الطاف باش نعرفوا المشاريع ديال السنه اللي جات في مازال وشنو هما المشاريع اللي ممولنا هكا وما ممولناش. ملي تنديروا التقرير ديال اللجنه ديال المالجو والمرافق العموميه وانهم توصلتوا بالتقرير وهذاك التقييم اللي توصلتوا به هو المشاريع تقريبا اللي كانت واللي ما تبعش غادي يتحول للمشروع الجديد لان ثلاثه ديال المشروع الجديد ديال 2020 وديال 2019 2021 اللي عليها تركيز الميزانيه للجماعه انكم توصلتوا بالتقرير التقييم اللي عندكم شي ملاحظه التقييم وهذا التقييم هو المشاريع تقريبا اللي دارت عندكم شي ملاحظه اللي كانت في المسائل الوقائيه اللي كانت دارتها اللجنه في العرض ديال دار منها باصلاح خطا طبيعي ولا خطا دار مصلح حاجه اخرى. هذا هو التقييم اللي دار داك الشيء اللي تما راه هو اللي دار. ملي تيديروا جوج ديال العروض ديال هذا تقريبا توصلوا للتقييم ولا لا يعني ملي يديروا لا الا هو في الصفحه سميتو. شكرا سي العريس. اولا كنت نتمنى سي العريس انه بما انه يعني التقرير الاخباري تنص عليه الماده 106 من قانون الامارة رقم 13 انك تشير الى منطوق الحكم ديال في خصوص اقاله رئيس لجنه المرافق العموميه والخدمات. اليوم كاين اشكال قانوني وهذا هو موضوع للاشاره فقط. ثانيا حنا القاعه اللي جالسين فيها حاليا تم التجهيز ديالها غير هو المجال ما عمرناش شفنا شي بطاقه مشروع. كيف تم يعني رصد هذه الاموال الى القاعه وكيفاش تم الترميم ديالها؟ خصها تكون يعني ضمن برنامج البرامج التي سطرها برنامج عمل الجماعه او ضمن يعني البطائق عباره عن صفقات. هادشي ما شفناش شفنا القاعه واجده غاديه في عمل واحد ما عرفناش من تصدرت لها هذه الميزانيه. ثانيا خصنا نعرفوا بان البرنامج عمل الجماعه درتو كوبي كولي لم يتم فيه احترام المقاربه التشاربيه بين فعاليات المجتمع المدني ولا بالخصوص انهم كان استدعيتهم مباراة بالمدارس وكانوا كنسوا وجاوا حضروا ولكن للاسف حتى الهيئه الاستشاريه اللي كانت يراسها السي حميد بن حسين تم يعني حط استيقاته هذيك الهيئه اللي شاركت معكم برنامج عمل الجماعه. اذا اليوم ما خصناش نجيو ونكتبوا على الساكنه ونقولوا غادي نديروا اليوم تقييم برنامج عمل الجماعه مع العلم انه شفت هنا في يعني في الجدول اللي مسطر ان بعض البرامج خصوصا نعرفوا بان البرامج كلها اما الغلاف المالي ديالها اما من جهه او وزاره الداخليه او المجلس الاقليمي جماعه المراقب اغلب البرامج عندها فقط التتبع. لهذا الاشاره اللي بغيت نقول السيد الرئيس ما يمكنش اليوم نجيو نقولوا للساكنه ديال يعقوب اليوم راه حنا يعني تنديروا واحد التقييم ديال واحد مشاريع تم انجازها بجماعه يعقوب وهي غير واقعيه على ارض الواقع. الصفقات اللي تتحط في يعقوب كلها مشبوهه يعني خير دليل انه ذكرته انه حتى يعني 300 مليون اللي عطات وزاره الداخليه ديال الوقت الحار اللي جا من المقبره حتى الدائره خمسه خير دليل. انتم تشوفوا الان حاليا السيمه مسوسه وشي تهرس واش حنا ما عندناش مراقبه قبليه وبعديه بما ان الجماعه لها يعني حق التتبع والمراقبه حنا كمستشارين بعض المرات راه حنا ما تنعرفوا حتى شي حاجه. اذا فانا تنقول حاليا ان هذه البرامج كلها فقط برامج يعني تنشوفها لان كيفاش غادي نفسروا اليوم للمواطنين نقول لهم حنا تنديروا تقييم للبرامج اللي هي القيمه الماليه ديالو يعني
يعني هو المفهوم ولا سنعرف بان كاين 16 بطاقه مشروع كان خصنا نتعرض ونقول هذه تحققت هذه ما تحققش. ناهيك على ان المؤسسه المدخل المحيط ديال المؤسسه ديال الابتدائي اللي حاليا مازال ما كملناش، وكاين بعض البرامج اللي تنشوفها هنايا داخل التقييم ديال الميدان المجلس واللي عرضوا علينا حاليا انهم يعني ما تحطوش على ارض الواقع في الوقت الزمني ديالهم. مثلا مبرمجين 2017 خصها تحقق كذا وكذا، وكنت السيد الرئيس انك دير اشاره في التقرير الاخباري ديالك انه الثانويه اعطيتي ملف سلمتي للسي نور الدين والفريق المعارضه حزب عداله الدنيا وتحركوا فيه، لان التشارك ما يمكنش كل شيء خصنا نسبوه غنديروا ما غنديروش. حاليا الناس هي تسمع، حنا دابا حاليا كنا سمعنا ان الثانويه تنصار المشروع ديالها كمرشد، اذا ما يمكنش حنا كمستشارين داخل المجلس نسمعوا لقد بلغني فقط السي الرئيس. ما نطولش، هذا ما يحورش تكلمت حاولت اننا خصوصا ان كنت تقولوا احداث مستوصف بالبراشه المسالك في الولايه، خصوصا حنا ان جماعه ان البراشه او الدير بصفه عامه الان تعتبر بانها يعني منطقه حضاريه، وهي صراحه الله لا علاقه لها بالحضاره، والواقع تاكد ما اقول. وشكرا سي الرئيس. شكرا سي الرئيس. سي البراشه سي القاعده ديال المجلس سي الحضور، اولا مرحبا بالجميع، وبما اننا بصدد الكلام عن برنامج عمل الجماعه مولاي يعقوب خلال سنه 2017 و 2019 ثم بعد ذلك 2019 2020، ف يعني نشوف انه لابد من استعراض بعض المنجزات اللي تحققت والمنجزات اللي طور التحقيق والبرامج التي لم تتحقق بعد. فمثلا المشروع تعويض بناء المفكر بملحقة البلاشة، ربعة ديال البروجورات خصهم يتصاوبوا تما بالبلاشة، ما تصاوبوش الاعتمادات ديالهم المرصودة 968,000 درهم. ما تجزوش بطبيعة الحال، هذا تيتعلق بوزارة التربية الوطنية اللي بطبيعة الحال هي اختصاصها انها كتنجز هذه المشاريع. اللهم اذا كانت بعض المبادرات من جهه او ما شابه ذلك المجلس الاقليمي مثلا، ففي هذه الحاله يعني كنعرف بان الجماعه مولاي يعقوب جماعه فقيره، فبالاحرى انها نجز واحد المنجزات في هذا الحجم هذا كيتعذر عليها اللهم بعض المساهمه منها غير باش تاخذ العمليه ديال الاشراف على الانجاز. ثم ننتقلوا للعمل الثاني او الانجاز الثاني، تعويض بناء المفكر مدرسه مولاي يعقوب اللي تحتوي على 6 ديال الفجورات. هذا انجز بواحد 200 او جوج ديال الملايين ديال الدرهم و 178,000، انجز 100%. تسيج مدرسه مولاي يعقوب اللي هي عباره عن 300 متر والاعتمادات المخصصه لها 360,000 درهم، فحسب اللي وصلنا انها لم تنجز بعد، يعني جزء من هذا الطرف. نطلبوا من السيد عبد المجيد شحال وصلت الانجاز، شحال توصل في هذه العمليه هذه؟ هم كيتابعوا الجلسه هذه ديال الناس، لان النيابه راه ما دارتش المشروع كامل ديال 1000 متر. نعم. يلا في هذه السنه غير 300 متر. شكرا شكرا للسي عبد المجيد. ننتقلوا للانجاز الرابع، بناء فضاءات التعليم الاولي ملحقة البراشه واللي الاعتمادات ديالو 240,000 درهم. شنو تقول السي عبد المجيد في هذا الانجاز هذا ديال بناء فضاءات التعليم الاولي بملحقة البراشة؟ لا ما ينجز، ولكن راه في طور الانجاز، يعني راه في الدراسة هذا مشروع كوميسيون للعمل، يعني كنأمنوا انه يتحقق، لان كما تعرفوا جميعا يعني كيتوضع واحد البرنامج على اساس انه يتحقق في 6 سنين، وكيتوضع هذا البرنامج
حسب الاولويات. هناك يعني بعض المشاريع اللي كتنجد تحقق 100% وبعض المشاريع اللي تيتحقق منها جزء نسبي من 100% والبعض اللي كتنجز اللي ما كيتنجزش اللي كيتعذر التمويل ديالو. هما تعتبروا البناء العام بملحقة الرشا، ايضا هذا ما تنظرش انه تنجز. احدى الثانويات هي مع الداخلية واللي الاعتماد ديالو 8 مليون ديال الدرهم و 800. عندي السيدة رئيس تيشان انه تحدث المدة ديال التدخل. ما بعد المدة ولا ما بقاش المدة. أنا بصح كنت السيد رئيس الوزراء تشوف انه لابد من العمليه هذه حتى غير باش نوضحوا على الاقل باش حتى الناس، لانه مجرد غادي نخرجوا غادي يقعوا يشوفوا انه هو ما دار والو. ديروا اللي كاينه كاينه تنجزات هذه، واللي ما تنجزش مع المزيان ديال هذا. شكرا السيد الرئيس. السيد الأشرف ونحن خمس مستشارين إلى الحضور الكريم كل واحد من صفاته. التعليم والصحة هو الأساس، هي الشعوب كلها. حقيقة المشكل ديال التعليم هو أخوة كسب في عدة مشاكل بنية تحتية واللي تنجز مهم. هذا البناء، هذا التغيير المفكك، هذا مشروع وطني، هذا مشروع وطني ديال التغيير ديال بناية يعني بناء المفكك. النصيب ديال مولاي يعقوب بالنسبة لمدرسة مولاي يعقوب 100% هذا مزيان، ولكن الإشكال اللي كاين في البلاشة خصنا نضافوا الجهود ونراسلوا الوزارة الوصية ونضغطوا باش يتغير ذاك المدرسة هذيك وتمشي ذاك البناء المفكك يحيدوه من تما المدينة نظرا لعدة اعتبارات. والدولة بهذولا يعني ما جاتش وبغات تحيد البناء المفكك نظرا للظروف الصحية ديال التلاميذ، وذاك البناء المفكك له انعكاسات صحية على وليدات أو على بنات أكبادنا. مدرسة البراشة فعلا الآن هذه واحد السنة أربع سنين كان يعني خدات واحد القسم بني بالإسمنت اللي دارتو تعليم أول وتم التجهيز ديالو، هذه مبادرة مزيانة. ولكن التعليم الاولي الان اصبح من اولويات ديال الدوله، يعني خاص قسم بالمواصفات والاقسام كلها الدراسه تكون بالمواصفات وتغير. المطعم المدرسي كان مطلب وبعدة اجتماعات هضرنا على المطعم المدرسي كيف يعقل التلاميذ في البراشه ياخذوا الخبز ديالهم الماكله ديالهم في الخبز من الشرجم، هادشي ما نقبلوهش وحتى واحد ما يقبلوه. خاص بينا مطعم مدرسي يعني جودة عالية تابع داخل المجموعة كلها. بالنسبة للتسجيل في مدرسة البراشة كاين سياج، بالنسبة للثانويات التأهيلية كذلك وبالتالي مبادرة مزيانة. والآن كنعيشوا الاقتدار في الإعدادي، الاقتدار وقع واحد الخلط ما بين الإعدادي والتأهيلي، والجامعة أحدث واحد المبادرة الله يجازيها بها السنة الماضية وجهزة السن الأقساط باش نفكوا ونحيدوا ذاك الضغط. ولكن الوزارة الوصية وزارة التربية والتعليم في شخص مدير الأكاديمية غير البرنامج ديالو ولا دار كل شيء في الإعدادي. حنا الآن ملزمون ومطالبون باش نضبطوا على وزارة التربية الوطنية والصحة كذلك مستوصف البراشة خصو يكونوا كمطلب هذا من المجالس السابقة باش على الأقل يكون فيه صحة الطفل والأم، يكون تما كاين صحة الطفل والأم باش العيالات ووليداتهم ولا اللي عندها الحمل ولا لا تعالج تما وتسير امورها تما وتتبع الحمل تما. وشكرا. غير تكملات تتيمه لان كان السي عبد الله كان تيقول الجامعه غير بالنسبه لمدرسه البراشه راه كاين مشروع دابا لي بلون بلا تصميم داز في اللجنه ديال تحويلها من ملحقه الى مدرسه داز، يعني معناتها هو داز من لي بلون يعني الاعتمادات كاينين وصوب غتبدا غتولي ان شاء الله مدرسه. الملاحظه اللي كانت دارت اللجنه السي عبد الله غير كي هو تيقني عاود يشرح احسن مني هو انه بلا ما نرجعوه باش يكون فيه ليكزيستون، يعني حيت كاين شي حاجه غتريب شي حاجه غتبقى، داك الشيء اللي غيبقى خص يكون في التصميم اللي كيتعطى. اذا ان شاء الله
هذا المشروع هذا السي عبد الناطق كممثل ديال الجامعه في اللجنه راه داس بان هذا المشروع ان شاء الله باش يكون بما فيه يمكن غير فقط المشروعات باش نتعامل مع راسو داك الشيء خصو هو اللي عنده ميكرو يجاوب على الاسئله غير فقط بالنسبه للبراشه بالنسبه لتنميه الامن كذلك غير الخميس اللي فات بحال اليوم كانت اللجنه خرجات على اساس انه باعتماد الترصدات المشروع على حساب الاكاديميه خرجنا على اساس الميكرو على اساس الدوريات اللي كتحكم النظام ديال التعمير في الجامعه ديال مولاي يعقوب بمعنى انه خرجنا فين غيكون على بروكسيميتي يعني خاصه المزايد وتعطات ملاحظات ان شاء الله المهندس ولا الارشيتكت غياخذوا بعين الاعتبار على اساس ان تتم المصادقه النهائيه على التصميم باش تبدا الاشغال كنا حنا كنسوق الناس ديال ميليرو الاكاديميه امتى غتكون هذه الثانويه موجوده او واش السنه الدراسيه 2021 هما تيقول لك على حسب بدايه الاشغال راه كاين تقريبا معلومات تقنيه ربما الجامعه او رئاسه الجامعه تواصل مع الناس ديال التعليم غادي يعطيهم بالضبط مده الاشغال وامتى غتكون هذه الثانويه اللي فيها الميلبون الداخليه ان شاء الله اللي غتكون اوبيراسيونيل شكرا. تدخل اخر من الاخوه اللي ما عندوش كلمه. أنا غادي نجعل خاطر نزيد نكمل بعد هاد المقاولات اللي تقترح هي قريبة ماشي قريبة نجاوب الاخ المستشار اللي قال في التقرير الاخباري ديال الرئيس ان ما شارش الدعوه اللي ربحها المستشار النهار اللي توصلنا ان المستشار دار دعوه توصلنا على طريق او قضائي اما اليوم مازال ما توصل حتى بشي حاجه انا ملي توصل بشي حاجه غادي ناخذ في التقرير الاخباري ديالي انا ما عندي والو ما عندي ما ندير فلهذا من المنطق ان النهار اللي قمتي بالدعوه توصلنا على طريق عون قضائي الى بحثي الدعوه خصنا نتوصلوا على طريق عون قضائي باش تكون الامور واخذ المسطره القانوني ديالها وحتى المجلس غادي توصل بالمسطره القانوني على طريق عون قضائي فتيدير الاجراءات ديالو لمتابعه هاد الاجراءات النقطه الثانيه على ان المجلس دار هاد القاعده ما خبرناش دار داخله في الميزانيه ديال الاصلاحات خصكم تشكروا مثلا هذا المجلس المسير على ان دار قاعه ومهلكش الميزانيه ديال الجامعه دارها غير من المسائل اللي هي ديال الطوبيه وهذا اللي انتم في البرمجه وافقتوا عليها حنا ما درناهاش بشي حاجه اللي اننا خصنا اننا وقفنا على هذه القاعه وجهزناها بالادوات اللي هي وطلعنا قاعه بمستوى اللي يكون عطينا المقاومه ما يطلعش في هذا المستوى فالانسان خصو عبد انكم تشكروا هذا المجلس اللي من لا شيء تيدير شي حوايج زوينين لهذا تعليق وزيدوا الى درنا شي مخالفه فالمجلس الجهوي للحسابات او لا المراقبه ديال وزاره الداخليه هي اللي تتحاسبنا ما يحاسبها حتى شي واحد شكرا تحصل السيد بيسي السيد بيسي غادي نتابعوا المشاريع من طرف المصالح الخارجيه فيما يتعلق بإحدى الثانوية كما تكلم السيد باشا في التدخل ديالو الثانوية التكميلية ومع داخلية غتوفر على الداخلية الاعتمادات ديالها 8 ديال مليون ديال الدرهم و800 وهي في طور الإنجاز يعني حيت أن تصادق عليها والاعتمادات خرجت لها بقى إلى الإنجاز ربط دوائر المراكشة ولاد دوار ولاد البوريس وولاد البناوي بالماء الصالح للشرب هذا ممول من طرف جهه جلاس المكناس الاعتماد ديالو 3 مليون ديال الدرهم و300 وهو منجز 90% اشغال الكهرباء العموميه ممول من طرف المجلس الاقليمي 500
500,000 درهم، هذا بطبيعة الحال غير منجز، صفر بالمئة. توزيع وسيلة الإنارة العمومية من دار الطريق إلى محطة وقوف السيارات، هذا سي بلجيكي. لا لا العنوان خطأ. إوا من البشوية إلى المحطة. لا البشوية محطة وقوف السيارات. لا المجلس الإقليمي هو اللي يعني طبعا حمول المشروع ب 900,000 درهم، والعمليات انجزت 100%. تقوية وتوسيع الطريق رقم 308 على طول كيلومتر ونص، ممول من طرف المجلس الإقليمي. اعتمادات غير كافية حسب الدراسة واللي هي جوج ديال المليون ديال الدرهم و 600 260 مليون. ثم بناء مسائل وممرات بدواوير ولاد قناوي، يعني الجهة الممولة للمجلس الإقليمي 600,000 درهم غير منجزة 0%. إصلاح وبناء الطريق الرابطة بين طريق المعبدة في جهة الكس مرورا بالدواوير ديال الجاية على مسافة جوج ديال الكيلومتر. الجهة هي اللي مولت العملية واللي تتقدر ب 800,000 درهم. ترميم المسابح القديمة وإعادة تشغيلها من طرف سوترمي، من طرف سوترمي باعتمادات ديال 2 مليون ديال الدرهم، 2 مليون هي مازالت لم تنجز بعد. وتصميم المحطة المعدنية وتأهيلها لمصادر المنتجعات العالمية هذه ديال سوترمي، شوفوا واش ماشي صحيح ولا لا، 300 مليون ديال الدرهم، تنظن دابا 30 ماشي في كل مرة كيتسابق حتى تغوت على المشروع كله طايح ب 34 مليار. 34 هنا 300 مليار المشروع كله. طيب إلا سمحت لي السيد المستشار أن المحطة اللي هي عندنا مع الاتفاقية عشرين عام شفتوني تقريبا ب 70 مليون ديال الدرهم، 7 مليار إنجاز المحطة التحتانية 140 مليون ديال الدرهم، هذيك اللي تعاود الترميم ديالها وداك الشيء ياك. بناء الوطين ب 145 مليون ديال الدرهم، والتجهيز ديالو 3.7 مليون. هادو هما الأرقام الحقيقية صحيح باش لا تجهيز الوطين لا بلوطين ولا بلوطين. شكرا سيدي الرئيس. ثم هناك مشروع آخر وهو تهيئة المدخل الرئيسي لمدينة بولا يعقوب، ممول من طرف العمران، واللي الاعتمادات ديالو 130 مليون وأنجز 100%. وشكرا سيدي الرئيس. شكرا. غادي يتفاجئوا واش هذا الشيء، أنا أتساءل اليوم اليوم تتقولوا لنا كاين اخطاء في الارقام، واش حنا نناقشوا اليوم اخطاء في الارقام؟ كذلك المشاريع المبرمجه اللي في المجلس الاقليمي ولا بجامعه مولاي يعقوب ولا عن طريق الجهه، وخصوصا انا تنلاحظ ان المشاريع اللي يعني البرمجه عمل الجامعه ديال المجلس الاقليمي كاين تعقيد في تنزيل المشاريع. اليوم حنا تنتكلموا على الاناره، شنو درتوا لنا اليوم الساكنه الودايه؟ شنو درتوا للساكنه ديال الواد بوسروال؟ اليوم الى هو شي واحد تما كينتي تكريسه للساكنه اليوم تتمر من تما كينتي، لاحظت انا التسجيل ديال وهذا هو الاشكال، انه في البرمجه راه برمجتوا اللي بغيتوا، دابا السي الرئيس تتجاوبني تتقول لي راكم انتم وافقتوا على القاعه وكذا، حنا ما عمرنا وافقنا معك، وافقت معك الاغلبيه. فالقاعة حنا ما تنتكلموش على علاش دارت القاعة، الدور ديالنا حنا دارنا الساكنة هو نراقبو من حقنا، حنا متنحاسبوكش هنا، حنا نراقب عندنا الحق أننا نراقبوك ونسولوك في إطار النقاش. أما المسألة ديال عقوبة السي الرئيس يعني جات في الدعوة باستيفاء المؤسسة، هذه راه ماشي بيع، هذه راه مؤسسة، جاتها عن طريق عقوبة القضائي توسطوا للمحكمة، عندكم محامي ديالكم، المحامي اللي تيتخلص 5 مليون اللي تيرافقش اللي تيتخلص تقريبا في السنه في العام اللي خصو يبلغ لكم الحكم. اذا حنا علاش جايين عام قضائي وعندنا مع اتفاقيه ورسمنا الاموال من الميزانيه ديال الجماعه، وجي اليوم تقول لي واش حنا هذه الدعوه هذه اللي دايرها على شخص؟
انا ما كنديرش العقود مع شخص، مع العلم ان احنا المصاريف ديالنا درنا مصاريف ذاتيه ماشي احسن من الميزانيه ديال الجامعه. اذا خص المحامي ديال الجامعه يكون مطلوب، والاجتماع ديال لجنه المرافق العموميه وحتى الاجتماعات ديال دورتين من مارس الى يومنا هذا فهي باطله من الناحيه القانونيه، وهذه وجهه نظري. ما كاين لا وانت جاوبتي خصك تجاوب بالطريقه القانونيه وما تقطعش دابا تجاوب بالطريقه القانونيه. لا ما تقطعش شحال كملوا ديك الساعه جاوبني السي دراس باش تفكر خاصك دير لي الوقت ديالي. ايوا كتبغي تسمع انا بغيت تنسمع من الصباح وتنسمع مشاريع كذا كذا، بغيت نسمع غير تمويل واحد من جامعه مولاي يعقوب ذكروا لنا عطينا تمويل. اليوم راه مولاي يعقوب ما تيشرفش، واش البنية تحت التحتية الآن حاليا كمولاي يعقوب الآن حاليا نوضوا شوفوا بعض الحرب داخل العباد الله في الديور، واش استهدفتوا الأولويات؟ ما يمكنش اليوم نجيو نقولوا أن البرامج نعود نقرق نتكلم إلى آخره. اليوم بغينا برنامج حقيقي، ما بغيناش برنامج وهمي اللي ما تيتحترمش بالنسبة للمدرسة تذكروا فيها 300 متر. علاش ما تنديروش أولوية اللي من ضمن الخطاب ديال صاحب الجلالة أننا خصنا نهتموا بالتعليم والصحة. اليوم كاتب ديال المستعجلات اللي جانا غير طاحت شي واحد هنا في العشية وعنده لازم ولا عنده شي مصيبة كحلة بغا يضرب الشوكة راه يقدر ما عندوش شي في يضرب الشوكة. يعني ما أولا البرامج خصنا نستهدفوا الأولويات، ندخلوا للمناطق. انتم دابا الحالي باغي تتزلجوا الشارع السلام الشارع السلام باش يعرفوا علينا ما نزلاش، راه الدوائر تحت الناس ما ماتتش في غيس. اذا هذا تشكو بانه انتقام، بان ما عندكمش واحد 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 الرؤيه من 97 وانتم تنسيوا نفس الوجوه. برامج ديالكم يومنا هذا 20 سنه 24 ساعه او 40 24 سنه راه نكملوها في 2021 للاسف لا تشارك جامعة مراقب، لأن البنية التحتية ديال جامعة مراقب اليوم الدور آلة للسقوط. شوف حالة الدور آلة للسقوط. كنت تقول السيد الرئيس في التقرير الإخباري ديالك أنك راسلتي السيد العامل وقلتي له أنه عندنا دور أحياء الصافي هذا المال اللي هو مرصود اللي فوال ما خصوش يكون، خصنا نصرفوا السكينة. اليوم هو المشروع ديال الأكشاف اللي مازال الحال البشر على الناس، علاش ما تديروش تتبع؟ واش حنا غنقولوا اللي نزل هو هذا؟ خصنا ديروا تتبع، ما عندكم السير خصكم ديروا مراسلات وتقولوا لنا المراسلات حتى نديروا حنا تنتبعوا. اللي تنشوف هو انكم تستهلكوا الاصوات واستعمال السيارات ديال الجماعه، هادشي اللي تيبان اسمها قدام عينينا. اللي هي 60 مليون ديال الاصوات في الميزانيه. لا شكرا على وجه السيد الرئيس. بالنسبة لسيد الرئيس هذا البرنامج تاع عمل الجماعة، بصراحة سمعت الإخوة المنتخبة ديال الأمير تقارير على الجزء تاع الميزانية والمرافق العمومية. أول حاجة غادي نبدا بالفضل الخارجي ديال السيد الرئيس بخصوص هذا القرار، بصراحة قاعة ممتازة تشرف جماعة مولاي يعقوب أننا نكونوا جالسين في القاعة بهذا المستوى، هذه الصوتية تاع القاعة كريمة على المدرب تبارك الله يعطيكم الصحة كما بغيتكم. كنتمنى السيد الرئيس ان توليو الاهتمام بهذه الانشاء ديال القاعة، توليو الاهتمام ديالكم في التسيير والدعم ديالكم في التسيير السيد الرئيس تاع الاستراتيجية تولي الاهتمام بالشوارع مولاي يعقوب اللي درنا مقارنة في هذه السنة اللي سماوها ودنا الشوارع راه تخيل راه ديك الجزائر ديال سيما حاجة ديال سيد ميريكان ونبدو الشوارع حاجة حنا في القسم تاع سوريا. نعم. إذا السيد الرئيس المرجو جزاك الله خير تولي واحد شويه الاهتمام لان القضيه تبقى بزاف الا شتات والقضيه تبقى ما كتكونش الشوارع عاوتاني الظروف مولاي يعقوب ما تلقاش من دوز واحد الاشكال كبير. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه سيدي الرئيس شفت المراحه ديالي هنا في المداخله تاع الساده المستشارين كاملين كان تيدو الاهتمام غير بالجانب تاع التعليم والصحه مع العلم انه هو من جوانب الاولويه اللي خص الانسان انه ينكب عليها. الا كانت الصحه مزيانه والجسم سليم غيكون العقل سليم، ولكن الحمد لله الشباب والاطفال في مستوى راقي في الدراسه في القرايه الحمد لله غيكون كل شيء مزيان وكل شيء في واحد المستوى مزيان. غير واحد الشيء اللي خصني ندير الانتباه في هذه المشاريع هذه كاين تبان واحد العمر عريض بين الاساليب والمجال الاخضر. مع العلم السيد الرئيس
انني مرارا بتكرار كتاب كل من الاشخاص اللي كانت تعقب الجيش على اساس انه يكون مساحه خضراء في مولاي يعقوب ما تنعدم المساحه الخضراء وقلت المساحه الخضراء في مولاي يعقوب ولكني ما عرفتش انا شنو هو الاشكال اللي تيعرف ما يكونوش مساحه خضراء مع العلم ما عرفتش لان تخص المناطق الخضراء ممتازه تكون في البلاد. بالنسبه للسيد رئيس هيئه ولد مولاي يعقوب مشكور كانت بصراحه الاسئله المجلس مشكوره على التغطيه اللي كانت بدات من تعداد الجوات انا في المعالي من تعداد العازمه رغم انا ما كانش في المستوى اللي كان مشهود كانت عندنا في الدوره في المستوى الرئيس كان مسؤول عن الموضوع لان التتبع كان وحاليا سيد الرئيس راه المشكل اللي كنا نعاني منه وقع المجال تاع قوات الفالوعات كلهم بانتهاء وربعوا لانه ما وقفش على الصح وانا رئيس المجلس تاعي كنت كنشتغل مع تكرارا انا في المنطقه نتاع الفتح المرضي الفالوعات اللي كاين هكا بالطوطين ما بقاوش عندهم ما بقاوش على المنطقه تاع الخوا طاحوا عمر الحجر ربما يقع شي اختناق يقع الفيضان 300 مليون اللي دارت اسد المجلس من اجل انها تغطي القوات راه ما كاينش رغم انه ما كانش في المستوى المطلوب ما وصلش للمكان اللي يوصل له هذه النقطه الثانيه النقطه الثالثه سي الرئيس حتى جبتها وبنيتها نقولها حتى سوق العالمين خصها تهز عليها ذاك الماء ديالها تيهرب من المياه العالمه ديالها ما يبقاش كيبان لها حتى انا عايش خصها تهزو تهدمو تديه للفول حتى يدخل تحدد المنشاه ديالها للفول ويمشي لان تا هو كيدر الجهد ما تيخليش الجماليه تاعها تاع مجال البيئه السليمه. بالنسبه للسيد الرئيس شفت هذا التشجير اللي شافيها شفت الاعتماد تدبير مفروض تطهير السائل محطه معالجه المياه هو المستوى الملاحق كنا وقف عليه واحد الوقت بحث عن النفايات وزان ومجرد ما طلعنا في المجلس كنا طلعنا تكرار هذه النفايات وتاشي هذا المجال هكذا حاليا ما وما مازال هكا لكن شفت الشركه ارقام وطلعنا ارقام تاع فلوس باهظه تنشوفوا هذه الارقام اللي واش كان شي جماعه تاع الضريبه داخلين هذه الارقام الفلوس كلها لذلك السيد الرئيس نتمنى لان شفت انا غير ملاحظه اللي داروا الاخوان هذا الاول نتاع هذا الحد من الهضره من راسي مي بقيت تنقل تقريبا جوج المشاريع اللي داروا في هذا الشهر هذا واحد 12 13 تاع المشاريع ثلاثه المشاريع انجاز كلشي ولا تلقاو الانجاز في طرف الانجاز هذه من 2000 من 2015 حتى 2019 دابا مازال هذا الشيء ما جوج المشاريع اللي انجزوا نتمنى السي الرئيس يكون سريع وتكون القاعده موثقه لان انا عندي يقين لك كانت للاسف تمشي تبرزل من هذه الاشياء ويخرج لحي الوجود. شكرا السي الرئيس. شوف هذا الشيء لان المعارضه ضارني المعارضه المعارضه من جوج المعارضه حنا بالنسبه لنا خصنا الا بغينا نهضروا على هذا تقييم تحول الانجاز ديال مولاي يعقوب نرجعوا للحصيله ونشوفوا هاد مولاي يعقوب شحال تلقى له سنويا ديال الفائده ان هاد الفلوس اللي تنجيبو الداخليه ولا شي شكون اللي تيجيبو حنا اللي تنشتروا الداخليه وتتقاتلوا عليها وتنجيبو باش نديرو بها مشاريع اما الميزانيه ديال مولاي يعقوب ما تفوتش مليون ديال الدراهم في العام ملي العام اللي فات برمج تنظموا بيدكم وكنا هنا المجلس تقرا على ثلاثه المشاريع هذيك الطريق هذه اللي هابطه ما بين لابريكاد وداك الشيء وهذيك الطريق اللي هابطه قدام البيضاويه مع داك الشيء ودرنا هالطلعه هذه وصدرنا التسقيف ديال العمال هاد العمالة بقات 195 مليون من الموظفين وبقات 180 مليون 180 مليون كلها وقع على المجلس باش تمشي للباركين لان الباركين خص الانسان يشوف والانسان ملي يكون ملاحق عمر يطلع يشوف الناس تيخلي طوموبيلتهم والدبازه والعيال تيهبطوا والغيوسات مؤخرا في ديك العطله جات الرئيس ما خدوش باش باصين طوموبيلتهم في دبر عقاب اذا الاولويه عندنا ديال الباركين درنا 180 مليون اذا ملي نديرو 180 مليون الباركين اذا العام راه ما غاديش نديرو مشاريع مولا يعقوب لان هذا اختيار اولويه عندنا لا مولا يعقوب نقولوا حنا سيرنا 23 عام كل عام خصنا 100 مليون ديال الدرهم جوج مليار تخسر حيت هذوك المرة جبنا مليار و700 من الداخلية غير ديال الوضحة راه مليار تخسر 700 مليون صفر ومليار اللي درنا للودايا 300 مليون راه برمجة 2019 اللي غدار في الودايا ودار الدراسة ديالها لا هذه الفلوس هذه اللي حنا تنقولوا خصنا نشوفوا الواقع نشوفوا الواقع على ان ملاحقوا بالميزانية ديالو راه الناس تيقولوا لنا في بلاد اخرين ملاحقوا اغنى جماعة ولكن واش بغيتي الرئيس ديال المجلس ولا المجلس المسير حط في الجيب
هما اللي المشاريع تكرمطين، حنا اللي عندنا تنحاولوا نمشيو على حسب الحاله، ومي تنديرو داكشي راه تنديروه في دورة ديال المجلس، وتيدو الجلجه الماليه وتيدو الجلجه المرافق العموميه، وتنديرو مشاريع على حسب ديك الفلوس. منين تتقول مليون درهم اللي خصنا نبرمجو مولا يعقوب، واش مليون درهم شي حاجه؟ مقابلكم ما تجيبوا الفلوس من الداخليه وتجيبوا العائلات من الداخليه وتجيبوا المسائل كلها، اما راه ماشي مشكل، راه الرئيس يقدر يمشي يغرق الجماعه بالفك بالكريدي الفك، ومن يمشي تقول له الله يخدم حقك الرئيس، اللي الرئيس 23 عام وخد درهم واحد من الفك. حنا دابا الباقي وتنتقاتلوا مع وزاره الداخليه، وطلعت انا بيدي وجاو هاد البوسطه وطلعنا لوزاره الداخليه على الملف السوطرمي وعلى الباركي وحركناه وجا وحنا تنصحوا فيه وغادي نردوه ونوقفوا عليه ونجيبوا التمويل ديال مليار ونص، ووعدتكم في الجلسه على اننا غنجيبوا التمويل. الى عاوننا على الميزانيه ديال مراقب خصنا 15 عام نديروا الباركي، خصنا نردنا شي ملاحظه ولا شي نقد للمجلس، خصنا نديروه يكون شي شويه بناء ويكون عنده موضوعي. واش انا عندي مليون درهم اللي تعيشت لي وانت تقول لي خصني ندير مشاريع الواضحه قلتي واضحه، مشيت ودرت الاجتماع في العمل والاستحداد وجبنا عيطنا لدار المديره ديال الحوسبو وليت عاوتاني الدراسه ديالو، عيطت للدواحي ونسلو قلت الدراسه راه تبرمجوها في الدراسه الكليه، وهذا الواد راه تحطو جوج مليار. اذا حنا علاش انا مسايين تنقولوا حنا على ان الجامعه ما تصرفوهاش، وان الملف دابا ديال التمليك راه مشى للقصر باش يوافق عليه، ومنين نجي ملاعبو منين يجي الملف ديال التمليك ديك الساعه غادي يدخل مداخل اللي نقدروا نجزوا بها مشاريع ملاعبو، وما نفرقوش ملاعبو في الكريديات. هادشي علاش اما انا ساهله باش نقول ما درتوش والو الناس تمشي للغايس وكذا، ولكن خصنا نمشيو للواقع، نمشيو للواقع، الواقع راه هو هذا. لا انتم تسيروا ولا حنا تنسيروا، ما غاتمشيش تضربوا اللي تنديروا حنا وتنشوفوا نديروا برامج وهذا وهذا، راه البرامج هي هذه، راه يمكن دير برامج اللي عندك فلوس. وزارة النهار كله تلقينا نسعوا في الوزارة الداخلية وتنسعوا في هذا في المجلس الإقليمي وتطلعوا الوزارة الداخلية تنسعوا ملاعبكم. أما اللجنة الميزانية الملاعب ما ديرش لها تطوير، نهضروا واقع. أما القاعات اللي ما تيجي وهذا وهذا وهذا، شوف هذا مطلب ديال ماشي تا ديالي أنا. راه كنا مرارا حنا تنجلسوا في القاعة الفوقانية وانتوما حتى انتوما في المعارضة معنا تتقولوا ثلاثة القاعات خصها تتبار، القاعة ماشي بمستوى، الباك ماشي بمستوى، هذا المطلوب ديالكم انتوما. وكنتو تطلبوا هذا المطلب، انتوما كنتو تطلبوا معنا. دابا أنا بغيت نقول خص الإنسان إلا بدا يدير كريتيك على المجلس يديرو موضوعي، وحنا نتقبلوا الملاحظات ديالكم. والملاحظه اللي تكون درتوها نجلسوا نتفاهموا عليها ونقول لهم هذه الملاحظه اللي درتو راه في مستوى هذه القضيه نقدروا نتفاهموا عليها، ولكن ندير انا نغلط الناس ونقول الهدايا والملايير والارقام فيها، هذه الارقام توقعي يمكن هذا البرنامج كله برنامج غير توقعي، وصلنا هو هذا ما وصلناش راه ما غاديرش، ومنين تنديرو الا قدرنا ما نسعوش فلوس باش نجلسوا راه تنجلسوا ما راه ما غاديش اوتوماتيكو الارقام هذيك، والقضيه ديال سلطان الوصل نناقشوا الارقام الواقعيه او الخياليه، حنا خياليه ولا واقعيه هذاك لا يهمنا، هذا مشروع السلطان لا يهمنا حنا. حنا بزاف الناس تيغلطوا تيقولوا حنا السلطان بحال واحد السيد عنده دارو في مولاه دفع عليه التصميم من البلديه تنصافطو من تيجي تحسبوا الرخصه ديال البني صافي. سوق ترمي ما عندنا علاقه معاه، ما دخلش حتى ملاعب دخلوا في المدار الحضاري، ولكن هذه الارض خارجه. انا ما عنديش هذا اللي الناس تيتغلطوا وتيغلطوا الناس وهذا وملاعب، انا ليس لي علاقه بسوق ترمي، واخا نجزاك المشروع 100 مليار انا عارف المجلس الاداري عارف الارقام الحقيقيه لا اقل ولا اكثر. وشكرا. شكرا سيدي، شكرا سيدي الرئيس، شكرا سيدي الرئيس، شكرا سيدي الرئيس على رئيس المجلس، 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 شكرا سيدي الرئيس لا، بس انا عندي غير الترشيح تاع الفلوس اللي كتحط في الاماكن ديالها ديال المراقبه،
اما بالنسبه للفلوس اللي كتجيب راه الشيء معروف انها المجهودات اللي كيكون الفلوس للجماعه اللي يقوم تيعجز عليها كيكونوا اصحاب الجماعات اخرى من الاقليم اللي يقوم وعليك ان كيف قلتي ميزانيه تاع جماعه اللي يقوم قليله وكتبقى 2 مليون 200 مليون 250 مليون 200 مليون كتبقى الفائده بالنسبه لهذا 180 مليون اللي تيسير الرئيس تاع الباركين شي واحد اللي تيهدر بالفوضى اللي كيكون في الباركين والضيق والاختناق اللي تيكون ولا الضروره المليحه مما توسيع الباركين ولا انشاء الباركين في الاخر شنو كان كنشوف هذه رئيس المجلس يعني حنا كنديرو غير الملاحظه ديالنا هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه سي الرئيس حنا تقول 180 كنا شغالكم على ان راه ما عندوش ديك الاهميه المناطق الملاحظه راه في اي دوره كتكون فيها هذه 180 كتكون شي فائده وكتكون شي حاجه تقصد الرئيس راه المنطقه اللي كنقول تحت فيها خاصه كتعاني شوارع ضيقه ما بين الدارين بزاف الامور خصك تزويج وتضيع بزاف الامور بحال سيدي الحي السالم هو اللي كيكون في التزويج حي كذا حي كذا كاين سكان في المناطق اللي تدخل واحد غير او واحد الصور كبير اللي يجي واحد المنطقه كل عام يسجلوا غير واحد 150 متر ولا 200 متر للسكان عام على عام تمشي الامارات كنت نقزموش من الدور رئاسة المجلس وما كنديروش معارضة من أجل معارضة سيد الرئيس هذا الشيء أبدا تنقول سيد الرئيس تكسر الزاف تحط النقط الحروف أما هاد الأرقام اللي سيد الرئيس كنقولو حنا ولا تنقولو كندخلو في الأرقام اللي كنديرو شي سيد الرئيس كندخلوها في أرقام نوال اللي مالي ليها جدا هما اللي قاسها اللي جا معاها ديرها ديرها واللي دور واحد أخر نتاع سوطير ميولا تاع شي مجال أخر خصو يقوم به تيخصو يقوم به حنا الدور ديالنا كرئاسة كمعارضة نقوم به تنصلو كما الانسان السيد الرئيس حنا تنقول الانسان الرئيس الدور مسؤول به جيد غير هو السيد الرئيس تفعيل تنديك الاموال في الاماكن ديال كيان روحها ليس كلمه السيد الرئيس دابا السيد الرئيس واش غير بالنسبه للعب السيد الرئيس جوج ميليون كومون السيد الرئيس 20 مليون في 20 مليون والملعب كله طاح على الذهب والصور معروج على القاعد ودابا هذا التشجيع اللي قدام موضوع الذهب وهذا التشجيع ما تخليش معينه تسميش بدلوش التشجيع هو الاغراس من عندكم ولكن الجمعيه اللي كانت الاشرار وما كانش التشجيع هو ربما كان نص ديالو يهبطيزي اذا هذا السيد الرئيس الفلوس واش كاع ستكون ما كتكونش من المستوى ديالها ها هو الباب الاول على الباب عرفتي كتسيتها ما كنطلقش شكون السيد الرئيس جيت معاك للعماله شفتها من كروج وجلسنا في اجتماع رسمي في الحضور تاع السيد نجار فهمنا ما تنكرش انني مشيت في الاجتماع ولكن السيد الرئيس ما هو التفحيط هذا المستوى هذه سنه ونصف باش نمشي نسال هذاك الشيء معاه ولا ازيد قصدي سنتين تقريبا شنو هو شنو بدا في الملف كان قال لنا السيد جاوب انني غادي نقوم بدير عصا تاع الواد موسى والو فين هو دار شي عصا المدير بحق صوت انا معاك شفتو التغطيات كاع قال لي دير عصا فين هي دارت لي سنتين ما نوع المنصب هذا هو بوطا وتيرة بحال ماشي بحالة أو أقل من ماشي بحالة في هذا المجال هذا. إلا رضي الله عنك. النقطة النقطة سيدي الرئيس حنا هي سيدي متفق معك هي النقطة سيدي الرئيس بالنسبة سيدي الرئيس تيجي بأن التغطية ما تكونش واحد التغطية ولا بناء واحد الشيء خصو ميزانية هائلة. أنا تبعت 300 مليون سيدي الرئيس اللي قام به المارش تاع أبو الحسن وحكيت سؤال في سيدي الرئيس كنطلب منه وفي تمر في جلسة بيني وبينك خمس سؤال أن خصك تحكوا على هذا المجال واللي تبغيت ما شفت تحكي السؤال ما تبغيش تبغي تعرف كل ما تسالش شنو هو سيدي الرئيس من بين شفت السنين راه سيدي جدا المارشي ها هو كل شيء هذا هو سيدي الرئيس ولا تبدا شي مارشي ما كيبداش بالجمله اللي كتكون منشوده هذه هي الملاحظه ديالك كما عرفتوا شنو هو سيدي الرئيس تكلمنا على القرار ماشي ضد القرار عندنا قرار كبيرة كان ممكن هذا يسمى الاكسسوار انهم يكونوا سهل ماشي تحتاجوا حنا تنتكلموا على السيول بما انكم تقولوا بان ملعقوب فقيرة وهذا تناقض واش ملعقوب فقيرة تنقولوا حنا خصنا نقسم الاولويات انت نتكلموا دابا على مشروع ديال سوكري ما رخصة ديال سوكري ماشي انت اللي رخص لهم وسخصتي المسائل ديال التعامل كلها دخلتي فيها مداخل اليوم كنت تنقولوا ما عندنا علاقه كاع مع النساء اليوم انت راك عضو بالصفه في الشركه ناهيك ما يمكنش اليوم دابا هذه خطه قليله قلتي درجه مشروع غتدي لنا شركه غتدي لنا جامعه سبعه الرواقي ما عندكش شي جامعه تدي شي شيء كان الهدف المقصود غادي توقعوا اتفاقيه وداك الشيء تتكلموا بكذا واليوم انت تجيو تكلموا ان ما عندنا علاقه واش حنا شنو ربحنا
عندنا مشاريع ما يكونش عندهم مداخل. اليوم تنتكلموا انه فقير الجماعه، ما تتفكروش انكم ديروا مشاريع مديره للدخل. هذا الفلوس كتقول السيد رئيس القطاع جيبها من وزاره الداخليه، ما تجيبناش الفلوس تيدوز مؤتمر داخل مجلس سواء كان اتفاقيه ولا مجلس عده اتفاقيه. صح حنا دوزنا ما بقاش في بال الاثار ديالهم. ما يمكنش تقول لنا تقطع وزاره الداخليه تجيب فلوس حتى تندوزوا على مقدر جدول الاعمال، لانهم تتكلموا على 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 الحامه. علاش تتكلموا على الناس انكم اليوم ديروا الحامه؟ اذا ما تخالفوا القانون انتم وزاره الداخليه ما عندكمش مقرر باش انكم اليوم ديروا الحامه للحامه القديمه انكم تصلحوها. هذا تمويل. اليوم جوعتوا الناس في الساحه ديال الحامه ديال ديروا لكم، جوعتوا الاكشاك كاملين. الناس تعاني لانكم انتم تدوزوا تجيبوا المشاريع ديالكم هنا. ولا باللي تمشيو بحالاتكم تسكتوا ساكنين في فاس، ما ساكنينش معانا هنايا. بالسيد تقول انا تنطلع، ما تطلعش ما تطلعش بفلوس السيد الرئيس، تطلع بالمشروع ديال الجماعه. حنا مازال نهضروا على القضيه ديال سوتيرمي. سوتيرمي هذه معروفه، شركه خاصه قدمت لي طلب لبناء مشروع. انت بعثي سوتيرمي ونتايا غادي تحاسب امام الله غدا، امام الله غادي تحاسب. اقسم لك بالله على مولاي يعقوب اللي جوعتي واللي دمرتي غادي تحاسب عليه ان شاء الله في المراحل. والسلام عليكم. واسمحوا لنا انا كانت التجهيزات هنايا ما كايناش بالتحت. تنشكركم السيد الرئيس. اذا سوتيرمي شركه خاصه، انا ما عندي عندها حتى ريال. فالشركه اللي تحنا تناخذوا منها مداخيل ولا تاخذوا منها بورسونتاج ولا تاخذوا منها كراء، تكون عندنا علاقه معها. سلطاني ما عندهاش علاقه. انا قلت في الاول سلطاني كون ان واحد الانسان قدم لي التصميم ديال الدار ديالو، منين خرج التصميم داز في المحافظه وجا وعطيته الرخصه خلص له الرخصه من غير لا حصل له. هذا انا سلطاني عندها مع الشرطه. تهضر مع كوتيرمي، ما عندي معاه علاقة. القضية ديال السوالات وخلق كما تتغلطوا الناس في شركة ضد الدخل، هذا يستحيل. يستحيل أننا عندنا كونترات كراء مع كوتيرمي وبالدار نحيدوا لها، هذا يستحيل. هي الوقت فاش كتصدق تخلص الكراء ديالها. ولهذا راه ما يمكنش. قانون لا ما كاينش قانون. أنت دابا كمستشار كاري الدار مثلا، نقولوا لا نعطيك غير مثال، واش كاين شي واحد كاري الدار تحدي الكلب ديالو تيخرج هو المحل؟ مستحيل، ما يمكنش. وهذه شركه راه معروفه، ما يمكنش غادي تدخل مع المحكمه وتضرب بحال هكا. القضيه راه مكسوره. علاش تدخل علينا الشركه؟ درس راس الطرف حتى عندك مدير الشركه. انت ماشي مدير الشركه، انا تنهضر على الواقع، لان انت تتهضر على واحد القضيه اللي دائما تتهضر عليها وهي غير موضوعيه وغير قانونيه. الى هذا الناس هذا كله الى تقول انت تتعرف القانون، منين حنا نخرجوا سوتيرمي من تما ونديروا الشركه وحنا نجهزوا ونسيروا، اجي عندي المكتب ديالي وريني القانون ونمشي مع قدام هاد الناس. والله قدام سوتيرمي 20 عام ما خرجتش ديال تما. هذا هو الكلمه. طلب ديالنا جميع السكان ديال مولاي يعقوب، لانه اتضح بالملموس انه ما يمكنش استغناء عن الشواجه قدام. حقيقة أن المعارضة تبقى دائما تتجه الصوت أنه يولي حمام ديال المبارد فعلا سيدي، وصوتنا عليه يولي حمام بارد، ولكن اتضح أننا غلطنا وما تبقاش. اللهم حنا كنطلبوا أنه تراجعنا وعملنا جهد الإمكان باش يتصرف باش يتصلح هذا الشريش. والمعارضة خرجت انسحبت باش ما يتصلحش، وها هما لي فيديوهات باينين للجميع. بقاو سبعة ديال الأعضاء ديال المجلس من حقك تكون، ما تقولش أن المجلس هو اللي ما بغاش يصلح الشوارج، وخصنا نوليو الفيديوهات. لا ما تقلقش الناس، ما تقلقش السكان. دائما تتسمى المجلس، دائما المجلس،
Zabij, zabij!
باستصدار تقرير يشمل مجموعة من الملاحظات التي تهم مدير جامعة أبو يعقوب
طالبين من الجماعة في المجلس والحزبات والتوقيعات حول ما جاء بالتقرير. وبعد دراسة الملاحظات من طرف مجلس جماعة أولاد ورؤساء المصالح في الجماعة، عملت الجماعة على إعداد عنصر الجواب وتوضيحات على الملاحظات التي أبداها قضاة المجلس الشعبي للحسابات وموافاتها لذلك. وفي المرحلة الثانية وأثناء دراسة تعقيبات رئيس المجلس الجماعي المنافق على الملاحظات من طرف قضاة المجلس الشعبي للحسابات، استمر السادة القضاة بطلب بعض التوضيحات عبر الاتصال برؤساء المصالح عن طريق البريد الإلكتروني وبعض المعطيات التي يريدون توضيحات أكثر بخصوصها. وبعد هذه المرحلة خلصت الاجتماعات قضاة المجلس الشعبي للحسابات بجهة فاس كانت باستصدار تقرير نهائي لعملية مراقبة حسابات الجماعة والتدوير الإداري لجمعية تضمن توصيات لإصلاح تدوير جماعة ملاك. وقد عملت الجماعة فترة تواجد قضاة المجلس الشعبي للحسابات للجماعة بمباشرة التحليلات التي يبدونها ولا زالت تعمل على إصلاح تدبيرها الإداري والمالي استجابة للتوصيات المجلس الشعبي للحسابات. أنه تستطيع هذا التقرير اللي هو جارب التوصيات النهائية كما هو معروف على أن المجلس والحساب من طريق الجارب دار عدد ديال الملاحظات اللي كنا بدأت الخطرة ناقشناها في قاعة الفوق، وكان الإخوان والممثلين الوطنيين اللي بدأت خسر التقرير كنا تفهمنا الأمور على أن هذا غير عدد الملاحظات. ومن بعد صرنا الملاحظات قلنا عليهم بعد الرب على هذه الملاحظات، ومن بعد من تديروا ذاك الرب فقط بعد الاتصالات مع المجلس والحسابات على الحوايج التي يكونوا يتعمقوا في الفرق ديالها ولا تكونوا التفسير ديالها، وسهرنا على العمل على هذا الشيء. ومن بعد تجلسوا هذه القضاه كلهم في واحد القضاه اللي هما كاينين الاسماء ديالهم راه كاينه هنا في الصفحه الاولى اللي كاينين خمسه ديال القضاه، وتجلسوا على هذاك الرب ديالنا اللي ردينا، ومن بعد تشوفوا على هذاك الرد على هذاك الملاحظات اللي درنا على الرد اللي درنا على الملاحظات ديالو، واش فيه اختلاسات ولا ماشي اختلاسات. ومن بعد تصدروا قانون اما يحال رئيس المجلس الى جرائم ماليه او تبدا توصيات في مشروع باش يدار تعديلات وتبدا التتبع ديالو. ولهذا دارت معروف توصيه صافناها لكم وتوصلتوا بها اللي غير حاجه واحده الى القانون 214 واضح. نجيو غير للنقطه يتعينها الرئيس تبليغ نسخه من التقرير المشار اليه علاه الى مجلس الجامعه على فكره يمكنه التداول في شيء دون اتخاذ مقرر. يمكن هذا يمكنه خصنا الى بغيتو التداول فيه خصنا ندوزو لتصويت المجلس، هل يمكن التداول فيه او لا التداول فيه؟ يا سيدي باش يمكنه تخلي الامر للمجلس باش يتداول فيه. يمكن التداول
لا المادة كونغرس الجماعي الذي يمكنه فهمتيني يمكنه التداول في شأنه يمكنه تتبقى تتبقى الصلاحية للمجلس واش يبداو فيه ولا ما يبداوش فيه ماشي وجوب الموافقون على التداول المعارضون على التداول الممتنعون لا 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 بقيت ولاء وإخلاص مرفوعة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيد الديوان الملكي أيضا. مولاي صاحب الجلالة أعزكم الله بمناسبة اختتام المجلس الجماعي الملاحق وأشغال دورته العادية لشهر ماي 2019 يتشرف رئيس المجلس الجماعي الملاحق أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس وموظفيه وكافة رعايا جلالتكم بجماعة ملاحق بعد تقديم فروض الطاعة والولاء أن يرفع إلى مقامكم العالي إلى أسمى آيات الولاء والإخلاص سائلا المولى جل قدرته أن يحفظكم بالسبع المثاني ويحيي مجدكم ويمدكم بنصره وعونه ويحيط عرشكم العتيد بحوله وقوله. وإننا يا مولاي معتزين أي اعتذار بما يتحقق على يديكم الكريمتين من مشاريع كبرى للنماء والرخاء في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والثقافية والرامية إلى تكريم المواطن المغربي وتجسيد تطلعاته وطموحاته في التنمية والنماء والعزة والرخاء. أبقاكم الله يا مولاي ذخرا وملاذا لما يدركم وأدامكم منارا عاليا وسراجا هادئا ومتعكم بموضوع الصحة والعافية وأصبغ على جلالتكم نعمه وحفظكم بعنايته الإلهية وألطافه الخفية وأقر عينكم بولي العهد المحبوب الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب والسلام على المقام العالي لله ورحمته تعالى وبركاته. مولاي يعقوب في يوم الخميس 27 شعبان 1440 الموافق لجوج ماي 2019 خديم الأعتاب الشريفة رئيس المجلس